دعاء الندبه يمثل مدرسه تاريخيه تعكس لنا التاريخ الصحيح احنا ما عندنا تاريخ صحيح هذا التاريخ الموجود كتبته ايدي وعاض السلاطين هذا التاريخ اللي عدنا كل تاريخ مشبوح من اللي كتب هذا التاريخ؟ موعظ السلاطين؟ التاريخ الذي يكتبه صدام أي تاريخ هذا؟ هذا التاريخ مزيف هذا التاريخ مقلوب الآن ما تشوفون وسائل الإعلام كيف تحول الجلاد إلى ضحية وتحول الضحية إلى جلاد في العراق؟ ما نشوف الإعلام الآن؟ المؤمنون المؤمنون المضطهدون هاي وسائل الإعلام الفضائيات اللي بيد المستكبرين الظالمين يحولونهم إلى المظلومين يحولونهم إلى الظالمين ويحولون الظالمين إلى مظلومين هذا ما نشوف الأن أمامنا هذا التاريخ طوال قرون كله كان بأيدي وعاظ السلاطين مرتزقة. مأجورين الثاني منع تدوين التاريخ مشكلة تدوين الحديث راجعوها في التاريخ منع التاريخ الصحيح يجب أن يلغى وإلى الآن جماعة متحيرين كيف يفسرون هذا الموقف الغى سنة النبي صلى الله عليه واله ليلغي التاريخ الصحيح. لذلك ذلك الرجل عندما سئل عن علي امير المؤمنين صلوات الله عليه قال ماذا اقول في رجل كتم اصدقاؤه فضائله خوفا؟ ما يقدرون وكتم اعداؤه فضائله فضائله حسدا وحقدا. معاويه في قُنُوتَ كان يلعن امير المؤمنين صلوات الله عليه، امير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه واله، يعني شوفوا شلون تزييف التاريخ. على أكثر من سبعين ألف منبر كان يشتم أمير المؤمنين، معاوية صنع التاريخ المزيف، هذه الأدعية التي عندنا مدرسة تاريخية تعكس لنا التاريخ الصحيح اذا انت لم تقراوا الادعيه بهذه الرؤيه وبهذه النظره من الان اقراوا الادعيه بهذه النظره تعكس لنا تاريخا صحيحا